هل يمكن أن يتحول كلمة الخيانة أو فعل الخيانة إلى مرض؟ يعني مثلا أنا مستندة على السؤال ده في شيء، إن زميل ما لسه كنت بتناقش مع زميلنا وإحنا بنناقش موضوع الحلقة، قال لي هذه الجملة باللفظ، قال لي أنا متزوج ولكن لدي صديق، وأنا ما أقدرش أعيش مع زوجتي بس لازم يكون عندي صديق. لم يعني ما فهمتش ما وراء هذا المعنى، وهل يا ترى ده نوع، قال لي أنا جربته وحاولت بس ما قدرتش، فهل يا ترى الموضوع ليه علاقة بمرض نفسي قد يصيب البعض أنه لا يكتفي بامرأة واحدة ولازم يكون في امرأة أخرى في حياته؟ لا يوجد أي شيء في العلم يقول أنه في مرض أنه الشخص لا يكتفي بامرأة واحدة، لكن هذا يعني زي ما قلت ممكن يكون خلل أخلاقي، ممكن يكون خلل تاني في المفاهيم، خلل ثقافي في طريقة تفكيره في الجواز وفي الحب. يعني لو ناقشنا إيه اللي بيقوله علم النفس عن الحب الرومانسي ممكن نوصل لنتائج كتير، لكن أعتقد أنه ممكن الشخص ده يكون عنده أمراض تانية تؤدي به إلى هذا التصرف. مثلا الأشخاص اللي ما عندهمش أبدا شعور بالذنب، ودول نسبتهم كبيرة في المجتمع، الشخصيات النرجسية، الشخصيات السايكوباتية، هذه الشخصيات نسبة الشعور بالذنب قد تنعدم تماما. فهذا الشخص لما يشوف الدمار اللي بيلحق أولاده من معرفتهم، والعيال هيعرفوا إن أبوهم بيخون، لما يشوف مراته متجرحة لأنها عارفة أنها بتتخان، أو العكس امرأة تعرف أن زوجها محطم لأنه عارف، الناس دي لو ما عندهاش رادع الضمير هنا العلم بيتدخل وبيقول الشخصية التي لا تشعر بالذنب بقدر كافي يردعها عن فعل الخطأ هذه الشخصية بها خلل نفسي وتحتاج إلى علاج.